حصل في القول الغربي اتنا ما لهم غير مطر ما له علاقه فيه بتحكيهم خليهم. القريه طولها تقريبا شيء 3 كيلومتر، تقع على سلسله الجبال شحشبو. هاي الجبل، القريه غير مخدمه نهائيا. في عندنا الطريق العام بيصير عليه برك مي بسبب العوامل الجويه في فصل الشتاء، بده صرف صحي، صرف صحي نحن ما عندنا، وعم تسبب حوادث على الطرقات. يعني صار عندنا اكثر من حادثه وحادثه وفاه على الطريق بسبب البرك المي الموجوده على الطرق. فهي تعتبر منطقه سياحيه بلده باب الطاقه، ولكن لا يوجد عليها اي انظار بالنسبه للمنظمات. القريه يعني من قبل الاحداث غير مخدمه، وهلا قبل الاحداث تخدمت كفه القرى، ولكن قريتنا نحن بالضبط فرج على الطرق. هاي الطرق، هاي الطرق معقول صرف صحي ما في؟ هاي النفايات موجوده عندنا هون، اطفال بدها تروح على المدارس ما بتحسن تمشي، بيروح الطفل على المدرسه بيرجع بده غسيل من فوق لتحت، كله طين وكله وحل. عم نعاني كثير، يعني كثير شغلات بتضيع. تفتقر هذه القريه لجميع الخدمات، من منذ تأسيسها من بداية الأربعينيات لم نحظى بأي اهتمام من أي جهة حكومية كانت على الصعيد النظام أو على صعيد الثورة، ولا منظمة خدمتنا بأي شيء نهائيا البتة. عندنا الطرق الزراعية سيئة كثير، يعني أنا عندي أرض هون ما عم بحسن روح أزرعها من سوء الطرق مثل ما أنك شايف. عبارات، هذه العبارات يعني تقريبا الحصادة بموسم الحصاد لما بدها تمرق بدها تقريبا يعني ساعة لحتى تمرق هالمترين هاي من العبارة.